في الواقع الحرب الروسية الأوكرانية دخلت وفق قطاع كبير من المتابعين مرحلة حرب الاستنزاف، حيث إن كلا الطرفين غير قادرين على إلحاق هزيمة استراتيجية أحدهما بالآخر. فبالتالي الآن روسيا تحقق تقدما في دونباس، ولكنها في الوقت نفسه غير قادرة على إقصاء القوات الأوكرانية من كورسك، وهذا يدل على نقص الأفراد سواء لدى روسيا أو أيضا لدى أوكرانيا التي بعد تقدمها في كورسك لم تعد قادرة على التصدي للتقدم الروسي في العمق الأوكراني. فبالتالي هذه الحرب الاستنزاف قد تستمر لأشهر وربما لسنوات، ما لم تتغير الظروف الدولية تجبر الطرفين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. طيب سيد رامي، دخول أوكرانيا إلى كورسك وما تقوم به هناك، يعني هناك من عمليات عسكرية، كيف أثرت على العمليات الروسية؟ كما ذكرت العمليات الروسية لم تتأثر، لأن الواضح أن الكريملين حاليا غير مستعد للتضحية بالنجاحات التكتيكية التي يحققها في الشرق الأوكراني من أجل الاستعادة الفورية لسلامة الأراضي الروسية. وهناك اعترافات من كبار المسؤولين الروس بأن عملية إقصاء القوات الأوكرانية من كورسك قد تستغرق ما بين 2 و 3 شهور. طيب سيد رامي، هذه العمليات ودخول أوكرانيا إلى كورسك، هل من الممكن أن يؤدي إلى يعني مرحلة أو خطوات أسرع أو للوصول إلى على الأقل في محاولات لبدء مفاوضات للسلام بين الطرفين؟ في الواقع هجوم كورسك يشكل نصفا نهائيا لعقد اي مفاوضات في الافق المنظور، وقد اكد كبار المسؤولين الروس انه لا مجال للمفاوضات حاليا، علما انه قبل هذا الهجوم كانت روسيا واوكرانيا والغرب اقرب في اكثر من اي وقت مضى الى الجلوس الى طاوله المفاوضات بعد اجراء صفقه ناجحه لتبادل السجناء بين روسيا والغرب. لكن الان تم نصف ما تبقى من الثقه، وبالتالي ارجاء افق عقد المفاوضات الى اجل غير مسمى. طيب سيد رامي، يعني دخول القوات الأوكرانية إلى أراضي روسية، هل من الممكن أن يغير من الدعم وطريقة التعامل من قبل الحلفاء للحلفاء أوكرانيا في يعني المراحل القادمة؟ لا أعتقد أنه سيحدث أي تغيير، فالآن بات واضحا وكل المؤشرات تؤكد أن الهجوم على كورسك حدث بموافقة أو على الأقل بمباركة غربية، وتم السماح باستخدام الأسلحة الغربية لاستهداف مقاطعة كورسك، فبالتالي لا أتوقع حدوث أي تغيير. طيب من طرف روسيا، ما الخيارات المتوفرة الآن بيد موسكو؟ وفي حال كان هناك يعني قوات أوكرانية لم تستطع روسيا يعني التفوق عليها أو إخراجها من كورسك، ما المدى الذي يمكن أن تصل إليه موسكو في ممارسة القوة لإخراج القوات الأوكرانية؟ نظريا يمكن لروسيا نقل وحدات من منطقة دونباس إلى كورسك وإقصاء القوات الأوكرانية خلال أيام أو ربما أسابيع كحد أقصى، ولكن هذا سيؤدي إلى إضعاف الجبهة على المحور الأوكراني في مقاطعة دونيتسك تحديدا. وروسيا غير مستعدة مثل هذه التضحية حاليا، لأن فعليا المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في مقاطعة كورسك ليست استراتيجية، ومثلا محطة كورسك النووية بعيدة عنها ولا تزال في أمان. فبالتالي يمكن لروسيا حسم المعركة بسرعة، ولكن هذه ليست أولويتها اليوم. لكن يعني باتت هناك يعني فترة جيدة على دخول أوكرانيا للأراضي الروسية، حتى لو لم تكن منطقة استراتيجية سيد رامي، لماذا إلى الآن لم تستطع موسكو إخراج هذه القوات؟ إخراج القوات الأوكرانية من هذه المنطقة سيعني تراجع القوات الروسية على الجبهات في دونباس، وروسيا غير مستعدة لذلك الآن.
كذلك روسيا يتوفر لديها خيار آخر وهو إجراء تعبئة أو استدعاء أفراد احتياط، لكن هذا الخيار غير مقبول لدى الرأي العام الروسي، فبالتالي يبدو أنه تقرر الإبقاء على الوضع الراهن في حين تتغير الظروف حتى يتم إقصاء القوات الأوكرانية من كورسكا. نعم، من موسكو رامي القليوبي، أستاذ زائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد، شكرا جزيلا لك.